بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، الآن مع الحصة الثانية من مراجعة دروس مكون الجغرافيا لمادة الاجتماعيات. عنوان الدرسين اللذان سنراجعهما في هذه الحصة، الحصة الثانية التي سبقتها حصة أولى، هي المقارنة بين مشهد فلاحي تقليدي و مشهد فلاحي عصري في بيئتنا المحلية. والدرس الآخر هو المقارنة بين مشهد صناعي تقليدي ومشهد صناعي عصري في بيئتنا المحلية. أعزائي التلاميذ، كما تابعتم في الحصة الأولى أن التذكير قمت بكتابته على السبورة، لكن في هذه الحصة سأكتفي بتذكير شفوي فقط لما جاء في الدرسين الذي سبق وذكرنا عنوانيهما. إذن قلنا عن المشهد الفلاحي. المشهد الفلاحي في البادية هو صنفان، عصري وتقليدي. وقلنا أن كل مشهد فلاحي له خصائصه المعينة من حيث المساحة والوسائل المستعملة في الحرث والحصاد والسقي وتربية الماشية إلى غيره. وقلنا أيضا أن المشهد الصناعي في المدينة صنفان، عصري وتقليدي. وقلنا أيضا أن كل مشهد صناعي له خصائصه من حيث الوسائل المستعملة وكمية الإنتاج والفضاء الذي يتم فيه هذا النشاط. إذن هذا هو التذكير العام، تذكير شفوي لما جاء في الدرسين أثناء إرساء موارد هذين الدرسين. الآن سنبدأ مع أول نشاط من أنشطة هذه الحصة، الحصة الثانية. إذن مع النشاط الأول، أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، النشاط الأول سنتعامل مع جدول. إذن قبل أن أعلق لكم الجدول الذي سبق وحضرته سلفا على جدارية، أكتب لكم التعليمة المرتبطة به. أربط بخط بين المشهدين الفلاحيين في الخانة ألف وما يناسب كل واحد منهما في الخانة باء. إذن الآن سأقوم بإلصاق الجدول. إذن هو نشاط سهل جدا أعزائي التلاميذ. إذن لاحظوا، إذن في الخانة ألف لدينا عبارة المشهد الفلاحي التقليدي
ولدينا أيضا المشهد الفلاحي العصري. في المقابل في الخانة باء لدينا تربية الأبقار في الحظائر العصرية، ولدينا الحرث بالمحراث الخشبي. إذن المطلوب منا أن أربط بخط بين المشهدين الفلاحيين، المشهد الفلاحي التقليدي والمشهد الفلاحي العصري، في الخانة ألف وما يناسب كل واحد منهما في الخانة باء. إذن ما الذي يناسب المشهد الفلاحي التقليدي في الخانة باء؟ هل تربية الأبقار في الحظائر العصرية أم الحرث بالمحراث الخشبي؟ وما الذي يناسب المشهد الفلاحي العصري في الخانة ألف من باء؟ إذن هل يناسبها تربية الأبقار في الحظائر العصرية أم الحرث بالمحراث الخشبي؟ إذن أترك لكم أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات فرصة للتفكير في الإجابة، وسنجيب بعد قليل على هذا النشاط. إذن الآن أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات إلى تصحيح هذا النشاط. إذن قلنا المشهد الفلاحي التقليدي، إذن ما يناسبه من الخانة باء؟ إذن هل تربية الأبقار في الحظائر العصرية؟ إذن هذه العصرية تؤكد لنا أن تربية الأبقار في الحظائر العصرية ليست مرتبطة ولا غير مرتبطة بالمشهد الفلاحي التقليدي، وإنما بالمشهد الفلاحي العصري. إذن فالمشهد الفلاحي التقليدي فهو مرتبط بالعبارة الحرث بالمحراث الخشبي، الحرث بالمحراث الخشبي، بينما الحرث في المشهد الفلاحي العصري كإشارة فإنه يتم بالجرار وبآلات متطورة. نعم، إذن المشهد الفلاحي العصري إذن فهو مرتبط ما يناسبه من الخانة باء هو تربية الأبقار في الحظائر العصرية. نعم، إذن هذا هو جواب هذا النشاط. إذن الآن أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات سننتقل إلى النشاط الثاني، وهو أيضا عبارة عن جدول. إذن سنتخلص من النشاط الأول، لنبدأ النشاط الثاني وهو أيضا عبارة عن جدول. إذن سأكتب لكم تعليمة النشاط. النشاط الثاني، إذن أشطب الصفة غير المناسبة الجدول أسفله. ندير غير في الجدول هذين، إذن سيكون في الأسفل. إذن الجدول كما ترون سأقوم بتثبيته. إذن الجدول كما تلاحظون، إذن لدينا الصناعة التقليدية، لدينا وسائل العمل يدوية بسيطة عصرية متطورة. إذن هناك عبارة واحدة صحيحة. إذن هل في الصناعة التقليدية وسائل العمل هل هي يدوية بسيطة أم عصرية متطورة؟ وفي كمية الإنتاج هل الإنتاج في الصناعة التقليدية كمية الإنتاج قليلة أم كبيرة؟ إذن ما هي الكلمة
الصحيحة. ثم في الصناعة العصرية لدينا وسائل العمل يدوية بسيطة عصرية متطورة. إذن ما هي العبارة الصحيحة؟ أشطب على العبارة الخاطئة. ثم في كمية الإنتاج بالنسبة للصناعة العصرية، إذن كمية الإنتاج هل هي قليلة أم كبيرة؟ أشطب العبارة الخاطئة أو الصفة غير المناسبة. إذن سأترك لكم فرصة للتفكير في الإجابة على السؤال. إذن أعزائي التلاميذ، الآن مع أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات، الآن مع التصحيح. إذن في الصناعة التقليدية وسائل العمل هل هي يدوية بسيطة أم عصرية متطورة؟ نعم، إذن وسائل العمل هي يدوية بسيطة. إذن العبارة الخاطئة هي عصرية متطورة، أشطب عليها. بالنسبة لكمية الإنتاج في الصناعة التقليدية هل هي قليلة أم كبيرة؟ إذن نعم، كمية الإنتاج في الصناعة التقليدية هي قليلة. إذن العبارة أو الصفة غير المناسبة هي كبيرة. الآن ننتقل إلى الصناعة العصرية. إذن وسائل العمل في الصناعة العصرية، إذن الآن وسائل العمل في الصناعة العصرية، إذن هل هي يدوية بسيطة أم عصرية متطورة؟ إذن وسائل العمل في الصناعة العصرية هي نعم عصرية متطورة. إذن العبارة ولا الصفة غير المناسبة هي يدوية بسيطة. الآن ننتقل إلى كمية الإنتاج. الآن كمية الإنتاج بالنسبة للصناعة العصرية هل هي قليلة أم كبيرة؟ نعم، إذن الصفة المناسبة هي كبيرة. إذن الصفة غير المناسبة قليلة، أشطب عليها. إذن هذه هي الإجابة، انظروا إليها، نعم تابعوها، نعم. إذن بهذا نكون قد أنهينا النشاط الثاني، وسننتقل الآن إلى النشاط الثالث بعدما أترككم مع ملاحظة هذه الإجابة. إذن أعزائي التلاميذ، إذن تخلصوا من هذه الجدارية ونبدأ نشاطنا الثالث. نعم، دائما أعزائي التلاميذ عندما نقوم بتصحيح أي تمرين تلاحظون أنه أتحدث مع التلاميذ الذين يخطئون في الإجابة، يجدون أن الأخطاء التي ارتكبوها هي أخطاء بسيطة جدا، لو ركزوا قليلا لن يرتكبوا الخطأ. إذن النشاط الثالث. إذن النشاط الثالث يقول أملأ الفراغ بما يناسب من العبارات الآتية. إذن العبارات سأكتبها باللون الأحمر. فضاء خصائصه، عصري، المستعملة،
المشهد. المشهد الصناعي. إذن لم أريد أن أتمم نهاية السبورة كي نركز أثناء التصوير على نصف السبورة فقط. إذن العبارة تقول: يتميز إذن هناك فراغ نعم بالمدينة المغربية بوجود صنف صناعي تقليدي وآخر كفراغ ولكل واحد منهما هناك فراغ من حيث الوسائل هناك فراغ كمية الإنتاج وهناك فراغ الذي يتم فيه هذا النشاط الصناعي إذن العبارات هي: الفضاء خصائصه عصري المستعملة المشهد الصناعي. إذن والفقرة تقول: يتميز هناك فراغ بالمدينة المغربية نعم بوجود صنف صناعي تقليدي وآخر هناك فراغ ولكل واحد منهما نعم هناك فراغ من حيث الوسائل نعم هناك فراغ وكمية الإنتاج وهناك فراغ الذي يتم فيه هذا النشاط الصناعي. إذن أترك لكم أعزائي التلاميذ فرصة للتفكير في الإجابة على هذا النشاط. إذن أعزائي التلاميذ الآن مع تصحيح هذا النشاط. إذن أمسح النقط التي سبق وضعتها على السبورة. إذن يتميز إذن ما هي العبارة المناسبة؟ نعم إذن يتميز المشهد الصناعي
بالمدينة المغربية بوجود صنف صناعي تقليدي وآخر. وقلنا أن المشهد الصناعي صنفان، تقليدي وآخر ما هو؟ نعم عصري. إذن عفوا نشطب على العبارة التي سبق وكتبناها. إذن عصري وآخر عصري. ولكل واحد منهما ماذا؟ نعم، إذن ما هي العبارة المناسبة؟ أشطب على عصري التي سبق وكتبتها. نعم، إذن ما هي العبارة المناسبة؟ ولكل منهما نعم خصائصه. نعم أعزائي التلاميذ، من حيث الوسائل. نعم، إذن أشطب على خصائص. إذن بقيت لدينا الفضاء والمستعملة. إذن من حيث الوسائل أعرف أنكم عرفتم الإجابة. إذن المستعملة، وكمية الإنتاج، ونعم إذن العبارة الأخيرة المستعملة سبق كتبناها. إذن العبارة الأخيرة هي الفضاء. الذي يتم فيه هذا النشاط الصناعي. إذن العبارة تقول: يتميز المشهد الصناعي بالمدينة المغربية بوجود صنف صناعي وتقليدي وآخر عصري، ولكل واحد منهما خصائصه من حيث الوسائل المستعملة وكمية الإنتاج والفضاء الذي يتم فيه هذا النشاط الصناعي. إذن أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، إلى هنا تنتهي حصتنا وينتهي بذلك مراجعة الدرسين: المقارنة بين مشهد فلاحي تقليدي ومشهد فلاحي عصري في بيئتنا المحلية، والدرس الآخر المقارنة بين مشهد صناعي تقليدي ومشهد صناعي عصري في بيئتنا المحلية. إلى هنا أقول لكم أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء.